السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت أشارككم في تجربتي بزراعة الريحان البذور. طبعا هذا ريحان الأكل. طبعا أنا رشيت شوية تربة بالماء وحطيت عليها البذور وضفت عليها رشة تربة خفيفة وبس، وحطيتها في المطبخ تقريبا 10 أيام. لما بدأت الجذر تجذر أو تطلع شوية أوراقه حطيتهم على الشباك. حبيت لهم أشارككم يعني بهذا الفيديو، بعيدا عن العصافير وعن القطط، أنا كل شيء طبيعي بميل له، إن شاء الله تستفيدوا منه. طبعا أنا هون بعد ما حطيتهم على الشباك بعد 10 أيام ما شاء الله، تقريبا هلأ أنا زرعتهم صار لي شهر تقريبا، عملت منه 4 أصايص. يعني بعد ما جزر طلعت أوراقه فرعتهم ل4 أصايص. هلأ عندكم هون أصيصين وحيجيكم هلأ أصيصين تانيين. ما شاء الله تبارك الرحمن، طاقة إيجابية. مثل ما قلت لكم هذا ريحان الأكل، يختلف عن ريحان الزينة. بالنسبة للأصيص، الأصيص اللي استخدمتها تبعت اللبن اللي عايشين في السعودية بيعرفون المراعي، بنعمل إعادة تدوير وما شاء الله ماشيين زي الفل. طبعا أنا خرمتهم من تحت عشان التصريف.